دكتور ياسر، يعني ايه اجهاد مزمن؟ ايه التشخيص بتاعه؟ ايه الفرق بينه وبين اي تعب تاني؟ طيب مبدئيا الاجهاد المزمن اللي هو اجهاد اكتر معدي عليه اكتر من شهر او شهرين او ثلاثه. في فرق بين الاجهاد المزمن اللي هو زي ما قلت لحضرتك شهور طويله، وفي فرق بين الاجهاد اللي هو البسيط اللي بقى له اسابيع او ايام. الاجهاد البسيط اللي هو بقى له اسابيع والايام دي بنشوفها دايما مع مثلا الطلبه اللي هو عندهم مذاكره كتير او امتحانات فبيبقى نايم قليل وعنده انكزايتي وستريس فبيبقى عنده اجهاد، او مثلا متطلبات واحد عنده في الشركه متطلب منه برزنتيشن معين او تاسك معين فما بينامش كتير في انكزايتي وستريس وبرده بيبقى في قله نوم. الاجهاد المزمن بالنسبه لنا احنا كروماتولوجيست مرتبط بحاجات ثلاث حاجات مهمه جدا. اول حاجه امراض روماتيزميه ومناعيه زي مرض اسمه روماتويد او الذئبه الحمراء، او مرض اللي هو البولومايوسايتس او التهاب المناعي العضلي اللي هو بيبقى فيه ارتفاع في انزيمات العضلات مع وهن وضعف. وفي حاجتين مهمين جدا انا سيبهم للاخر برضه عشان دي مشكله بنقابلها كتير جدا، في اللي هو بيبقى حاجه اسمها فايبرومالجيا او روماتيزم عضلي ليفي او متلازمه الاجهاد المزمن اللي هو كرونيك فاتيك سيندروم. الفايبرومالجيا ده احنا بنشوفه اكتر مع المرضى اللي هم سنهم صغير، بيجي اكتر في السيدات، بيبقوا اكتر يعني بيجي بيشتكي من كل مفاصله، الالام في العضلات في الاوتار في الاربطه، مفيش منطقه ما بتوجعوش. المشكلة المرض ده او الارهاق ده اللي هو مصاحب للفايبرومالجيا اللي هو المريض ما بينامش كويس، عنده ضغوطات نفسيه وعصبيه كتيره، بيبقى الام في كل منطقه في الجسم، الاشاره العصبيه اللي طالعه من العضله للمخ بتبقى زياده عن اللزوم، يعني مثلا التحريك لو جيتي مسكت ايدي هنا في اشاره عصبيه طالعه من العضله للمخ بتقول للجسم او للمخ اللي في حد مسكني، بس انا حاسس بالمسكه بس هي ما فيش الم. بالنسبه للمريض الفايبرومالجيا او الروماتيزم العضلي الليفي اللي هو مصاحب ليه الاجهاد المستمر او المزمن ده بيبقى مريض اللي هو الالام في كل منطقه في الجسم، ده نتيجه للضغط النفسي والعصبي والستريس والتوتر اكتر حاجه. طيب تمام، اذا كده احنا وصلنا لجزء بسيط من الحوار، هننقل لدكتوره ايناس. انا سؤالي لي شقين، شق ما قبل المونوبوز وما بعد المونوبوز. هل الهرمونات ليها علاقه بفكره ان انا طول الوقت عندي نوعيه الارهاق اللي انا مش عارفه في ايه في جسمي بس انا تعبانه؟ ده بالنسبه للقبل المونوبوز عشان بيقول لك هرموناتك ولسه بتتظبط، وفي ناس بيقولوا للمونوبوز اصل انت عشان الهرمونات قلت فابتديت تحس بالوجع ده وابتديت تبقى عندك نوعيه الخمول ده. هل كلامي صح وايه الشرح اللي ممكن حضرتك تقوله لنا؟ طبعا كلام حضرتك على سيدات، هو السيدات من مرحله المراهقه وبدايه البلوغ ممكن يحصل اضطراب في الهرمونات، لكن بعد كده السيدة الطبيعية المفروض انها هرموناتها بتبقى مظبوطة الى انها تيجي لفترة تقترب من فترة المونوبوز او فترة توقف الدورة. في الحالة دي بيبتدي الست بتبقى اكثر عرضة او السيدة بتبقى اكثر عرضة للاصابة ببعض الامراض. طبعا هناك اعراض منهم الارهاق؟ منهم الارهاق ومنهم بعض الامراض بتزيد اكتر بعد فتره توقف الدوره، زي مثلا ارتفاع ضغط الدم. يعني معروف ان قبل الدوره لما تكون موجوده بتبقى السيدات اقل من الرجال في الاصابه بارتفاع ضغط الدم، بعد توقف الدوره يبتدي السيدات يبقوا اكثر عرضه للمشاكل على القلب والمشاكل على مثلا ارتفاع ضغط الدم. الفترة نفسها بتاع توقف الدورة بتبقى فيها تغييرات هرمونية ممكن بتؤدي إلى بعض الإحساس بنقول فيه بتحس بهب، بتحس بحرارة، في خمول، خمول، توتر في بعض الأحيان. يعني بيكون هناك بعض مساعدة من أطباء النساء، طبعا هو التخصص المناسب ده في المونوبوز، لكن ما قبل المونوبوز لا، ده لو هي حست بهذه الأرهاق عليها التوجه للدكتور. لو هي طبيعية هرموناتها طبيعية والدورة منتظمة، هناك بقى مجموعة يمكن أكتر هي اللي بتصيب السيدات اللي هي أمراض الغدة الدرقية. يعني دي الأكتر انتشارا في السيدات، سواء كان ارتفاع افرازات الغده الدرقيه او كسل الغده الدرقيه، الاثنين قد يؤدوا الى حدوث ارهاق، ودول في السيدات اكتر من الرجال. السيده بتلاحظ اعراض، طبعا هناك الحقيقه وعي كبير بمشاكل الغده الدرقيه، يمكن وعي اكتر من نسبه الانتشار. يعني سيدات كتير بتفسر تغيرات الوزن، بتزيد في الوزن او بتقل في الوزن. النوم حضراتكم يعني ابتدينا يمكن الحلقة بالكلام على اضطرابات النوم،
في حالة زيادة إفراز الغدة الدرقية بيبقى فيه قلة في النوم بالليل وفي توتر وبتبتدي تصحى. ليه الغدة الدرقية مهمة قوي للدرجة دي؟ يعني ممكن تضر، ممكن تتخن، ممكن تقل، ليه؟ الغدة الدرقية الإفرازات بتاعتها بنسميها هي المايسترو بتاعت الجسم، يا إما بتعلي من الميتابوليزم بتاع الجسم كله يا إما بتهبط من الميتابوليزم بتاع الجسم كله. في حالة زيادة الإفرازات بتتسبب إنها بتعلي كل أنشطة الجسم بتاعي، فبنبص نلاقي شخص متوتر عصبي في بعض الأحيان، ضربات القلب بتبقى سريعة وقوية، بيبتدي يخس لأن هو بياكل، ممكن ياكل أكتر كمان في بعض الأحيان لكن بيخس. بالليل أثناء النوم بيبقى فيه توتر، فبيبتدي يبقى نومه قليل أو فيه قلق وفيه توتر، وبالتالي تاني يوم نتيجة لقلة النوم ونتيجة لأن هو ضربات القلب سريعة والميتابوليزم بتاع جسمه كله أسرع من المعتاد، فبيبتدي يحس بالإرهاق. العكس أيضا صحيح في حالة نقص إفرازات الغدة الدرقية. بتعمل العكس، ولكن الغدة الدرقية ليه مرتبطة بالسكر؟ يعني ليه مرتبط ان وجود الغده ممكن الاجهاد او الارهاق او التوتر يخلي فيه سكر يترتب على وجودها؟ هناك ارتباط بين الغده الدرقيه وبين مرض السكر، ولكن خلينا نقول ان السكر في حد ذاته ممكن يتسبب في ارهاق بطرق كتير. يعني الاشخاص اللي عندهم بيحصل ارتفاع مستمر في السكر دول بيبقى عندهم ارهاق، لان الجسم لا يستفيد من السكريات والاكل اللي هو بياكله، كل الاكل اللي احنا بناكله بيتحول الى جلوكوز. الانسولين داخل الجسم بياخد هذا الجلوكوز ويدخله جوه الخليه، فبيبقى ده الوقود بتاع الخليه او الغذاء بتاع الخليه. في حاله السكر بيبقى في نقص في هذا الانسولين اللي بيدخل الجلوكوز جوه الخليه، فالخليه نفسها بتبقى في حاله ارهاق لانها مش بتتناول الغذاء بتاعها بشكل سليم، مش بتقدر تؤدي وظائفها بشكل سليم. فارتفاع السكر بيسبب ارهاق، انخفاض السكر ايضا بيسبب ارهاق شديد، بيسبب هبوط شديد في حاله الانخفاض، وده قد يكون احد الاثار الجانبيه لبعض انواع الادويه بالذات الادويه القديمه او تناول الانسولين. طيب. ممكن طبعا يسبب كده. طيب. يعني ادينا ده موضوع مهم ومش عايزين نكروته، فهنرجع نسال تاني.